تنظيمها من حزب الاستقلال كحزب يعني وطني عريق غني عن التعريف بطبيعة الحال، بصم على مراحل تاريخية عديدة في تاريخ المغرب منذ الاستقلال، ويوجد في طليعة الأحزاب الوطنية التي تشتغل بالجهة من خلال شخصيات عرفت بغيرتها على المنطقة بعملها الميداني الدؤوب، وعلى رأسهم الحاج ولي حمد الدين الرشيد المنسق الوطني للحزب على مستوى الجهات الثلاث. كان لي لقاء أيضا مع الأخ محمد ولد الرشيد المنسق الوطني للهيئات الموازية والتنظيمات، ناقشنا مجموعة من النقط يعني مشتركة، واتفقنا على العمل في إطار نوع من لا سينيرجي والتآزر من أجل يعني الاستجابة لتطلعات أبناء وشباب هذه المنطقة من خلال مبادرات يعني في مجالات متعددة كالتعليم والتكوين المهني والتشغيل، خصوصا التشغيل اللي يعتبر مؤشر من مؤشرات التنمية المنشودة. إذا هو انضمام لحزب يعني يوجد ويسجل حضوره في جميع الرهانات والتحديات الجهوية والوطنية، حزب يعني له مواقف ثابتة إزاء قضيتنا الوطنية، وأيضا حزب يعني يشتغل بانخراط تام في تنزيل المسلسل التنموي للأقاليم الجنوبية وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس نصره الله وأيده.